باينه الدنيا تلاهي بقى يا اختي، ما انت عارف. طب يا حبيبتي مش عايزه حاجه؟ ربنا يخليكي، ما حرمش منك ابدا يا رب، ربنا يخليكي. الله الله، انتوا بتعملوا ايه؟ مش هتتحركوا لما تدوا حقهم؟ هتاخدوا الفراخ خدوا حقهم، حرام عليكم. اسكت يا راجل، اديك تأذيني. ما انت اذيت باكل عيش ورز عيال، حرام عليك يا صاحبي. عايز ورز عيال، ادعوني يا ناس، ادعوني يا ناس. معلش يا سعاده البيت، حرام عليك العيش يا بيت، حرام عليك يا بيت، حرام. ده انا لسه جاي من شغل. شاشة هنا ايه؟ حرام. معلش يا بيت، معلش يا بيت. يا لهوي يا لهوي ياما ياما، هيشيلوا العشره بتاعتنا ياما، لازم نخلص من الفراخ. ايه ده؟ انت بتاكل فراخ؟ ما سمعتش اللي حصل؟ ايه يا واد؟ تجننت ولا ايه؟ بقول لك الفراخ بتجيب انفلونزا الطيور. مين يا واد اللي قال لك كده؟ الدنيا كلها بتقول كده. طب ايه رايك بقى اللي هيمد ايده على فرخه من عندي هقطعها له؟ وان كنت متصور ان امك تعبانه؟ لا ده انا اولع في نفسي واجيب لك مصيبه لحد عندك. انا بقول لك اهو، الا فراخ. الا فراخي؟ فرخي ايه ياما دلوقتي؟ بقول لك ياما الحكومه هتيجي وتكسر العشر. كسر العشر؟ قالين متنيلوا يروحوا بس هم يكسروا اسرائيل، شطارين على عشش الغلابه اللي زينا. ياما سيب الورك، ربنا يكرمك ياما. وبعدين دول خايفين علينا احسن المرض ينتشر. ينتشر؟ ما ينتشر يا اخويا، خليه يخف الزحمه اللي احنا فيها شويه. يا عبيط، دي اسمها فره الفراخ. وانا عيله صغيره كنت فاكره لما يقولوا فرقه الفراخ، الفراخ كلها تموت ونرميهم في الزباله. لا سمعنا ان زبال مات ولا الكلاب اللي كلت الفراخ الميته ماتت. ياما انت لو حصل لك حاجه هيبقى انت السبب. يا سيدي انا عايز اموت، مالكش دعوه. ياما البلديه هتيجي تفتش السطح. دخل الحاجه كلها الاوضه قبل البلديه ما تيجي، وحسك عينك تمد ايدك على فرخه ولا ارنب هتشوف هيجرى لك مني ايه. طب ما تروح يا اخويا، ايدي على كتفك، هات لي عجل وانا اربيه، وشوف كده ارمي لك كل الفراخ دي من على السطوح. هم قاصدين كده، مش عايزيننا ناكل غير فول وطعميه وعدس، وحتى غلوه جاتهم شوطه تاخدهم على سنينهم السودا. سديت نفسي. موضوعنا النهارده عن انفلونزا الطيور. ايوه، انفلونزا الطيور اللي خلتنا كلنا نكاكي. ايوه والله، خلتنا كلنا نكاكي وعايشين مذعورين مرعوبين وتايهين مش عارفين الحقيقه فين. انفلونزا الطيور، الفراخ بقت تنقل لنا المرض. الفراخ اللي طول عمرها بتدينا البروتين وبتدينا البيض وترقد على البيض ويفقس يجيب لنا كتاكيت، والكتاكيت تكبر وتبقى فراخ. دورة حياة كاملة متكاملة يا سيدي. والسر الإلهي فين؟ في الفراخ. اذكر الله، قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. طيب تعالوا مع بعض كده يا سيادنا نحلل موضوع انفلونزا الطيور دي تحليل ديني. اولا حكايه الانفلونزا دي جات لنا منين؟ مش من بره؟ من عند الخواجات الاجانب؟ بيذبحوا الطيور ازاي؟ انا اقول لكم، بيكهربوها، بيعدموها والعياذ بالله. والله اعلم الطيور اللي اتكهربت واتعدمت دي فيها ايه؟ جواها ايه؟ بتاكل ايه ولا بتشرب ايه؟ ما بيقولوش بسم الله الله اكبر، لانهم ما يعرفوش قوه اسم الله على جسم الذبيحه. اي والله ما يدركوش ده، فلازم طيورهم وحيواناتهم تجي لها امراض الدنيا كلها، لانهم غير مؤمنين باسم الله. اذكر الله، قل لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. طب ايه بقى اللي ينقذنا يا اخوانا من هذه الخبائث؟ ايه اللي ينجينا من هذه الاوبئه؟ حاجه بسيطه بسيطه جدا،
الطهارة. أيوة الطهارة والنظافة. نحن صغيرين بنقرأ ونسمع ونشوف. النظافة من الإيمان ولا إيه يا سيدنا؟ الطهارة، الطهارة اللي علمها لنا الرسول الكريم، إن إحنا نبقى على طول نضاف وعلى طول نبقى طهرين ونتحصن بإسم الله، بإسم الله وبقوة إسم الله، ونلتزم بتعاليم القرآن وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مش هيجي للفراخ مرض ولا الفراخ هتعدينا. مصر ربنا عرفوه بالعام. خليكم معايا كده، واحدة مش نظيفة بتربي فراخ فوق السطوح أو في حتة مش نظيفة، ولا يعني بتغسل مكان ما لا مؤاخذه يعني الفراخ بتعمل كده ولا كده، ولا بتنظف مكانهم، ولا وبعدين بتشربهم ميه بايظه وعكره، بتاكلهم اكل حامض. ما هو لازم الفراخ تمرض يا اخوانا ولا ايه؟ لان ما التزمناش بالطهاره والنظافه. يعني الحكايه يا اخوانا وببساطه مش محتاجه علم ولا فذلكه، محتاجه الطهاره والنظافة. اللهم جنب بلدنا الوباء والغلاء والفتن ما خفي منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا الغلاء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وصلى الله على حضرة النبي الأمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك يا بنتي في ايه؟ مفيش يا ماما. مفيش ده ايه؟ ده انت مفروسة من العياط. انت كنت فين؟ كنت في الدار. هو الزفت الدار اللي انت بتروحيه ده. خلاص بقى يا ماما. خلاص ده ايه؟ هو احنا ناقصين حزن؟ مل فينا مكفينا. ها قولي لي حصل ايه في الدار؟ ما يدتني جوابات دي لابوها. اشربي بقى، ما انا قلتلك من زمان قولي لها على الحقيقه وخلصي.